حبايب، صباح النور والياسمين. نتمناكم يا ربي تكونوا في احسن ما يمكن. واليوم ان شاء الله غنجيب لكم العجينه المورقه. انا عملت بها الملفي بالحق، عاود عجنه اخرى، هذه ماشي اللي كنعمل بها الملفي. ودابا نورن عجنه عاود حداكم ونوريها لكم ان شاء الله. الملفي انتم شفتوه، انا العجينه ديالو كتجي غزاله هي بحق. هذه كنعمل لها طريقه اخرى ودابا نوريها لكم حتى هي ان شاء الله. كانت عندي معجونه وشاطط لي وخبعتها ودابا جبدتها وغنعمل لكم بها واحد البويوس كيحمقوا. انا ما كنعرفش شنو كيقولوا لهم في المغرب، بحق هنا كيقولوا لك كراكولا. ونتمنى يا ربي تعجبكم، ما نكذبش عليكم. وبسم الله ان شاء الله نمشيو للمقادير. عندي هنايا العجينه المورقه، ما عنديش محسوبه، شاط لي الطرف ديال العجين فيه نص كيلو واقيله، بحق ما غنعملوش كامل. كنطلقوا هيدا رقيق بزاف، هيدا رقيق ماشي بزاف بزاف، بحق قد اللي تقدروا ان شاء الله. العف وكنرش عليه الطحين وكنطلق باش ما كيجوني شي حويشيات غلاطين وداكشي. وحاولوا يكونوا قد، كنعمل جوج، عندي وحده راهيه وحده هنايا، كيكونوا قد بعطيتهم. حاولوا تفينيهم بالموس وصافي، وكيجيو قد بعطيتهم باش كنعمروها. وحده غنعمرها بالكريمه باستيليرا كساعة نوريها لكم، وحده غنعمرها بالفروطه معسله واللوز وطيبين عندي بالسكر وداكشي. انا غنوري لكم كل شيء ان شاء الله ونتمنى تعجبكم. وبسم الله نمشيو طريقه التحضير ان شاء الله. طيب ها هي الكريمه باستيليرا ديالي، نتوما بحال اللي دائما كنعملها. عملت لها جوج بيضات، عملت لها جوج كوتشارات ونص النشا، ثلاثه المغرفات بالسكر على حسب التعمير اللي غتعمرو، وجوج الكيسان ديال الحليب، نسيت رد الحليب. وها هي فينيا موجده، دابا غنخليها تبرد. وهنايا عملت هنايا 100 غرام ديال اللوز، ها هو بغرضكم ديال اللوز، ما حمرته ما والو، طلقته هذيك طلق البنه. عملت 50 غرام ديال هاد الفروطه المعسله هذه، وعملت 4 الكوتشارات ديال الكوفيتير ديال النيش، وطيبتهم مع بعض، وجوج مغرفات السكر وطيبتهم مع بعض. عطيتهم هيدا، هادو اللي غنعمرو بهم الحشوه ديال الاخلدري ديالنا ديال العجينه المورقه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم يا ربي وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. حبايبي ها هي اللي وريتكم دابا، عاد ها هي غادي نعمرو بها ان شاء الله. هذا خصها ما تجيش معمره بزاف، حتى ملي نقطعوها تجي مجختنا بزاف، واش تفهموني؟ خصها ما تجيش معمره بزاف باش ملي نكونو كنقطعو، انا غنوريكم كيف كنقطعها، ما تفتناش من هنا ومن هنا، كتجي غزاله. هاد الكراكوليس كيجيو فنين 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 فنين، وكل واحد كيعملهم بالشكل اللي بغا. انا بغيت نعملهم هيدا حيت ساهلين ساهلين، ما فيهم شي تماره، وحنا كنفتشوا الحاجه اللي فيها شي تماره. وبنان كيحمقوا، ونتمنى يا ربي يعجبكم. انا عملت فيهم اللوز، انا قلت لكم 100 غرام ديال اللوز مهرمش، ما محمر ما والو، طيبته مع هاد الفريطه والمرميلاده ديال النيش، وحجم مغرفه السكر، وكطيب مع شتيتو حتى كتشد في راسها مزيان. او معلقه الزبده نسيتها، معلقه الزبيده نسيتها، ها هو القياس هو هذاك. نزولو نزيدو نعمرو في الحويشيات هيدا، حيت حتى هما غادي نستافدو ان شاء الله، حيت هذه كتقطع بالسنتات. انا غنوريكم هذه كيفاش نعمرها، ديك الكريمه باستيليرا حتى الكريمه باتيسري هي غادي نعملها بحال هيدا، وغنقطعها بحال اللي غنوريكم، وغنوريكم كيفاش غادي نعملها باش ما يجينيش الفيديو طويل. ها هي بسم الله، ها هي، وخا تجي كبيبره على الاخرى قطعوا، حاولوا تفينيوها تجبدوا شويه هيدا، اولا تفينيوها بالموس وصافي. هيا غنشبر هاد الدلك، غنعملو شويه حيدا، ها هي.
هيا بسم الله الحبايب، دابا غادي نقطع باش نوريلكم كيفاش غنعملها ان شاء الله. بسم الله، هيدا واحد تخلي واحد جوج سنتيم هكذا الى المس. لصق لكم تعملوا الطحين ولا تعملوا الماء اللي بغيتوا، اللي جا قدامكم وقدرتوا تعملوه تعملوه، حيت تقطع شويه بالسلسله بالحق ماشي شي حاجه اللي ما نقدروش نعملوها. ها هي، وغادي نفزقو في المحسن. ها هو نعمل له المحسن باش يسربيني. ها هي، ونحاولوا نعملوهم علينا بحال بحال كاملين. شفتوا بالماء دغيا كتمشي حسن حتى من الطحين. حيدو هذه هيدا وهذه هيدا، ونزيدو واحدة أخرى باش نوريهم لكم. ها هي أخرى، ها هي أخرى. أنا غنوري لكم هادو وديك الساعة إن شاء الله نكمل عليهم على قبال، ما خصناش الفيديو يجي كبير بزاف. غادي ننزلهم هيدا ما كاين حتى مشكل هكذا، وغادي نعمل لهم هكذا. هذه غنقلبها هيدا لهاد الجهه هذه، وهذه غنقلبها بهاد الجهه هذه. ها كتشوفوا، ها ساهل وعلوي وهيدا. لا، وهاد الحاشيه هذه تقدروا تعملوا لها هيدا بهاد الشكل هذا. نعملوها هيدا، نعاود وحده اخرى، عاود هذه كنتسنيها في هذه الجهه هذه، وهذه في هذه الجهه هذه. هيدا بالمقلوب لوي كيفاش ما بغيتو. ها سهله في التلوي في كلشي. ها الفران ديالي كيسخن، عملته كنعمل له من الاول ملي كيكون كيسخن كنعمل له الحراره طالعه، كل واحد كيعرف الفريران ديالو، وملي كندخلهم كنحني عليهم. ها هو بحال وريضات كيجيو، وهانتوما عاد تشوفوهم من بعد. هادو ما غادي ندهنهم لا مبيض لا حتى حاجه، ملي كيخرجوا كندهن عليهم شي عسيله ولا نباج ولا شي حاجه، وكتعمل لهم اللي رشقت لك، تكب عليهم اللوز وترش عليهم اللي بغيتي اللي عندك في الدار، واللي جاك ساهل الكاوكاو الشوكولات اللي بغيتي. انا ما غنعمل لهم حتى حاجه بهذا الشكل هذا، غنمشي معاهم كاملين. وملي نكمل كلشي حتى باستيليرا غنعمل لها بحال هيدا، وملي نكملهم كاملين تشوفوهم معايا ان شاء الله. الحبايب، ها هي يا اخرى، دير كريمه باستيليرا، انا عمرتها، ها هي امامكم. غنعمل لها الغطا ديالها ونقطعها بحال اخرى، يعني ما بغيتش ما نوريها لكم شي مره وصافي. ها هي الكريمه باستيليرا عمرتها، وشاط لي الخير بالله حيت هذه عملتها زايده. نتوما ملي تبغيو تعملوا غير واحد الحاجه عملوها قليله، كل واحد يعمل على حسب القدر اللي عنده وصافي. نتمنى تعجبكم يا رب. حبايبي، ها الشكل النهائي لهاد البويوس يا سطا. الحليوه ديالي د العجينه المورقه، ها هما كيف كيجي، وفنيونين وهشي وشين. ها نتوما كتشوفوهم، ها هما هشي وشين. هادو اللي عملت فيهم هذاك اللوز من داخل، رشيت عليهم شويه د اللوزايده. هادو خليتهم كريمه باتيسري، وعملت لهم شويه د الشوكولات هيدا من فوق. كيجيو غزيولين وبنانين، نتمنى يا ربي يعجبوكم، وغزلان وخفافين وسهلين للتحضير. والضيوف الغفله يجيو على غفله، تنوض الى عندك العجينه المورقه في الدار تقدر تعمل بها بزاف د الحاجات. نتمنى يا ربي يعجبوكم ويكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله. نتمنى يا ربي يعجبوكم ويكونوا عند حسن ظنكم، ساهلين وخفافين الفطور للميريندا، الدراري كيعجبوهم. نتمنى يا ربي تعملوهم وتكتبوا لي وتشاركوا معايا وتقولوا لي رايكم فيهم. والعجينه المورقه تبارك الله كنعملوا بها الملح، كنعملوا بها الحلو، كنعملوا بها كل شيء، خفيفه وسهله في اي حاجه اللي بغيتوا تعملوا. وهادو اسهل حاجات اللي كيجيو،
ونتمنى يعجبكم ان شاء الله يا ربي، ونبسطون الحبايب كاملين. نتمنى لكم تكونوا كاملين مزيانين ان شاء الله يا ربي، ودعوا اخوتي المسلمين كاملين. واحد المشتركه ديالي دابا صديقتي مسكينه، الله يجيبها بالسلامه من الحج، مشات لعمره يا ربي وفرح لها قلبها، وزيدوا دعيوا معاها مسكينه، خاصها الدريه اللي ناقصنو شي حاجه يا ربي وعطيها له. وما تنساونيش تشاركوا معايا وتساندوني وتشجعوني وتكتبوا لي، انا قابله تحت الامر الرائد اي وحيد. والحمد لله يا ربي وصلتنا 10000، ما نكونوا مع الالوفة ان شاء الله يا ربي، والمليون علاش لا، بالفضل ديالكم وضل الله تعالى وسبحانه وديالكم. وشكرا بزاف على التشجيعه وعلى الكتابه اللي كتكتبوا لي وعلى كل شيء، كنشكركم بزاف من كل قلبي. وإلا تعطلت عليكم في الكتابه سمحوا لي، وكل الوقت عندي شويه ضيق. ونتمنى على ربي يا ربي يا الحبيبي نكون عند حسن الظن ديالكم، بيسيتو الحبايب كاملين. وشكرا للجميع، وايامكم تكون كامله تكون مزيانه وفي لس سعيده ان شاء الله. ونبيسيتو.